اتنين، الوعد الصعب، ترامب يعلن سداد ديون أمريكا خلال 6 سنوات. سنة 2016 الرئيس ترامب قال هيقعد في السلطة 8 سنين، في ال8 سنين دول هيسدد كل ديون أمريكا. 2018 الرئيس ترامب اتكلم تاني، لكن دلوقتي في أمريكا في انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس، والجمهوريين بيجيبوا آخر ما عندهم من وعود قوية لإغراء الناخبين، وكذلك يفعل الديمقراطيون. الرئيس ترامب في إطار إقناع الناخبين قال مرة أخرى إنه خلال 6 سنوات اللي متبقية في ولايته الحالية، وإذا فاز الولاية الثانية خلال 6 سنوات على 2025 هيكون سدد كل ديون أمريكا. كلنا شفنا سياسات الرئيس ترامب في هذا الإطار، شفنا جمارك بتزيد وسياسة حمائية قوية وحرب تجارية مع الصين وحرب تجارية مع أوروبا ومع كندا وضغوط على كوريا وعلى اليابان وضغوط على الخليج العربي من أجل جمع الأموال بكل الطرق الممكنة، أموال للنيتو، أموال للحماية، أموال في إطار جمارك وضرائب، أي أموال من أي طريق. الرئيس يريد أن يقول أنه سيستطيع سداد ديون أمريكا خلال 6 سنوات إذا بقي رئيسا في الفترة الثانية. الرسالة الأولى اللي عايز يقولها الرئيس ترامب أنه هينجح في ولاية ثانية، مش أنه هيمشي هذه الولاية، إنما هيكمل وهيخش فترة تانية وهيكمل 8 سنين في رئاسة أمريكا. الرسالة التانية إنه هو بيشتغل كل اللي بيشتغله ده من أجل أن يحقق وعده إنه يسدد الديون. الرسالة التالتة إنه قال الكلام ده 2016 رجع يأكده 2018، وفاكر كويس إنه قال هذا الكلام ورجع يأكده، قال قبل كده خلال 8 سنوات، دلوقتي بيقول خلال 6 سنوات. يبقى إذا الرئيس ترامب عايز يقول إن كل الحروب التجارية ديت وكل الضغوط السياسية والعسكرية في مناطق كثيرة في العالم الهدف الرئيسي منها إن الرئيس ترامب يسدد ديون أمريكا. طيب هل علم الاقتصاد بيقول هذا الكلام؟ هل علم المالية العامة بيقول هذا الكلام؟ في الواقع الخبراء والمحللين بيقولوا إن ده كلام مش صحيح، وإنه صعب جدا جدا، وإن وعد الرئيس ترامب يكاد يكون وعد مستحيل. ليه؟ نمرة واحد، إن الديون ما قلتش في عهد الرئيس ترامب ولا حتى ثبتت عندما تسلمها، وإنما زادت عما كان، وبالتالي هو وعد 2016 إن يسدد كل ديون أمريكا. إذن ده معناه إنه على الأقل يثبت مستوى الدين، إنما اللي حصل إن الدين تجاوز في عهد الرئيس ترامب لأول مرة حاجز 20 تريليون دولار. يعني الدين لما وصل 10 تريليون دولار فيما قبل كانت صدمة في أمريكا، ثم وصل الصعود 11 12 ل 14 15 18 19، في عهد الرئيس ترامب تجاوز 20 تريليون دولار، يعني 20,000 مليار دولار، رقم خرافي يصعب تخيله. حتى لما محطات تلفزيونية بتحاول تصور ده بأشكال فنية مختلفة يقولك لو ملعب كبير جدا، استاد قانوني لمباريات دولية بارتفاع أعلى بكتير من تمثال الحرية علشان تضع هذا الرقم لو كان هذا الرقم كاش. دلوقتي واحنا بنتكلم في خريف 2018 الدين وصل لكام؟ 21.5 تريليون دولار، مش بقى تجاوز 20 تريليون، إنما كمان زاد 21.5 تريليون دولار. أضف إلى ذلك إن الإنفاق الحكومي الكتير في أمريكا أدى إلى عجز موازنة 1 تريليون دولار. أضف إلى ذلك إن أكبر الدائنين الصين ثم اليابان بأرقام خرافية، ونصيب المواطن الأمريكي أما أنت تحسب كل الدين وتوزعه على الأمريكيين هتلاقي أن كل أمريكا عليه ديون أكتر من 60,000 دولار لكل فرد في أمريكا. إذن عجز الموازنة الذي قارب 1 تريليون دولار والديون
التي تجاوزت 21 تريليون دولار، ده يؤدي إلى أن الرئيس ترامب صعب جدا يسدد 21 تريليون دولار في 6 سنوات إذا كان هو أصلا استلم 19 وصلها إلى 21.5 تريليون دولار. في الواقع أزمة الديون الأمريكية مع أزمة الديون العالمية كلها من المخاطر الكبرى التي تهدد الاقتصاد العالمي في القرن 21. هذه حفنة من الدولارات يمكن الامساك بها، عدها ووضعها في محفظتك بسهولة، وهذا تمثال الحرية، تراه عن بعد شامخا يخترق عنان السماء. ولكن ما العلاقة بين الدولار وتمثال الحرية سوى انهما يمثلان الهوية الامريكية؟ نحن نحاول أن نقرب الصورة ونتخيل ماذا يعني أن يكون الدين الأمريكي بقيمة 14 تريليون دولار. الحكومة الأمريكية تعلم تماما ماذا يعني هذا المبلغ، ولكن رقما ضخما كهذا ماذا يعني بالنسبة للشخص العادي سوى أنه يتكون من 12 صفرا. ولكي تبدو الصورة أكثر وضوحا دعونا نبدأ من ورقة 100 دولار، وهي أكثر الفئات التي تتعرض للتزوير ولكنها أساس الاقتصاد الأمريكي. أما حسمة من 10,000 دولار فتشكل متوسط راتب سنوي، ويمكنك هذا المبلغ من الذهاب في إجازة أو شراء سيارة مستعملة. وإذا ضربنا هذا المبلغ 100 نحصل على 1,000,000 دولار. قد يستطيع المرء العادي جنيه في 92 عاما من سنوات عمله. وإذا ما ضربناه 100 مرة أخرى تكون المحصلة 100,000,000 دولار، وهذا المبلغ يحتاج إلى منصة نقالة عسكرية لكي تستطيع نقله. أما إذا وصل المبلغ إلى 1,000,000,000 دولار فسنحتاج عندئذ إلى 10 منصات نقالة لحمله. وعندما يتضخم المبلغ إلى 1,000,000,000,000 دولار أي 1,000,000,000,000 دولار فهذا من شأنه أن يعادل مساحة ملعب كرة قدم في أوروبا. ولتقريب الصورة أكثر فإن مساحة ملعب كهذا يمكن أن تهبط عليه طائرة بوينغ 747 العملاقة، أكبر الطائرات في العالم. والآن ماذا لو وصل المبلغ إلى 15 تريليون دولار وحجم الدين الأمريكي تقريبا؟ قلنا سابقا إن تريليون يعادل مساحة ملعب لكرة القدم، فإذا ما كدسنا على هذه المساحة 15 تريليونا فإن ذلك سيعادل ارتفاع تمثال الحرية.